لا تنسون تفعلون خاصية التنبيهات عشان يوصلكم كل شيء جديد من القناة. السلام عليكم شباب، معكم بشاكر. يوم حبيت أقدم لكم رأي بالألعاب اللي جربتها بمعرض بارز جيمويك اللي يكون موعده بالسنة مرة وتشوفون فيه أقوى ألعاب الشركات الكبيرة. وسامحونا إذا صوتي متغير عليكم لأن كنت مريض وأنا أسجل الفيديو. أول لعبة جربتها وكنت متحمس إن أجربها وهي هورايزن زيرو دون. بالبداية أول شغلة لاحظتها إن اللعبة من ناحية الجرافيك تظل حلوة ومن أجمل ألعاب راح تشوفونها، بس مو مستوى الجرافيك اللي كنا نشوفه بأول عروض اللعبة، في فرق كبير وراح تلاحظونه أول ما تجربونها. بس طبعا جرافيك مو كل شيء، يظل جرافيك اللعبة حلو العصر الحالي. واول شيء قلت يمكن لان اللعبة مو خالصة، بس ما اعتقد كنا راح نقدر نجرب اللعبة اذا كانت توه بدايتها. والموضوع الاهم هو الجيم بلاي، راح يعطيك احساس بالبداية بالعاب الستلث، ولازم الوحوش ما يشوفونك، تروح مثلا شوي وراهم وتطقهم من نقطة ضعفهم. الاسلحة الخاصة الشخصية هم الشغلات فريدة للعبة هذه، وتقدر تجمع ايتمات تركبها على سلاحك الرئيسي وعبارة عن سهم. واعتقد ان عناصر الارتمت نفس باقي الالعاب تقدر تستعملهم لوحوش معينة او غيره، ويعطي طعم خاص للعبة. عالم لعبة كبير بس ما قدرت اكتشفه براحتي لان ديما معطيك مساحة معينة، واذا عديتها راح يعيدلك الديما مرة ثانية. اللعبة ما اقدر اني احدد مستواها او كامل امكانياتها لانها للحين مو كاملة، فان شاء الله متنزل اللعبة رسمي راح نشوف شنو بالضبط مقدم لنا الفريق، واتمنى ان نشوف تنويع كبير باللعبة، واتوقع بتكون لعبة ممتازة وراح تنزل على البيس 4 في 28 فبراير 2017. فور هونر بصراحة هي أكثر لعبة جبتها بالمعرض، وماخذة نمط ألعاب الديفند والأتاك، وتكونون كفريقين وتلعبونها ملتي بلاير، وهذا المود اللي قدرت أجربه لما كنت بالمعرض. وكل فريق يكون عنده بيز، ولازم تشوفون أحسن استراتيجية شلون تقدر تتقدم وتاخذ بيز خصمك. موعد إصدار اللعبة 14 فبراير 2017، وراح تنزل على البيس 4 إكس بوكس 1 والبي سي. واللي حابين يشوفون أهم المعلومات للعبة يقدرون يشوفون فيديو من تقديم أخونا محمد العتيبي وموجود حاليا بالقناة، راح احط لكم الرابط بالوصف تحت. I bring war. Little Nightmares وهي من الالعاب اللي قدرت اجربها لان ما كان عليها زحمه كثر الالعاب الكبيره الثانيه، وما اخذ طابع العاب باتفورم من الغاز، وتعطيك طابع ان اللعبه مثل ما تقول كيوت، بس هي تعتبر من العاب الرعب. اللعبه تابعه لاستوديو تارسير ستوديوز، وهم من العابهم Little Big Planet وتير اواي انفولدد. اللعبة شغلنا عليها أكثر من سنتين، وفي تاخذ دور بنت صغيرة لابسة مثل هود أو ملابس بلون أصفر، مهمتك تنحاش من وحوش، وأكثر الوقت لازم إنك تحل الغاز اللي تواجهها عشان تقدر تعدي باللعبة. من اللي شفت اللعبة روعة، بعد ما جربتها أنصحكم فيها، ولها طعم خاص وممتع وخاطلك بين ألعاب مثل ليمبو والرافل. ومتوقع صدورها بربيع 2017 وراح تنزل على البي اس 4 اكس بوكس 1 والبي سي. من اكبر اعلانات يوبيسوفت في اي 3/15 كانت Ghost Recon Wildlands، وكانت من اكبر التايتلات اللي عرضت، تعتبر اوبن وورلد فيرست بيرسون شوتر مع اتجاه اغلب الشركات لعالم مفتوح لان شعبيته كبيره. مو غريب ان تجون بلعبتهم Ghost Recon العالم مفتوح. عالم اللعبه ضخم وتملك جو دايناميك خاص فيها، ممكن انها اول لعبه تملك كل هالتغيير بالجو، وهم فيها طبعا من الجبال والصحراء. اللعبة فيها انواع كبيرة من السيارات والسياكل متوفرة بعالمها، وفيها نظام ملتي بلاير اذا حاب تلعبها مع ربعك ويكون عددكم 4 لاعبين، وتقدرون تجولون وتكتشفون عالم اللعبة مع بعض، او حتى انكم تفرقون تفترون براحتكم، حتى ان فيها سايد ميشنز بتلقاهم وتجول باللعبة. اللعبة من اللي شفتها ممتازة وتملك عالم اكثر من روعة، وراح تنزل على البيس 4 اكس بوكس 1 والبي سي في 7 مارس 2017. بالاخير اتمنى يكون عجبكم الفيديو البسيط للالعاب اللي قدرت اجربهم بالمعرض، واعطونا رايكم بالالعاب اللي ناطرينها سنه 2017. ولا تنسون لايك وكومنت ومتابعه القناه، ويعطيكم العافيه ومع السلامه.